فلا إله إلا الله إذا نطقت العينان وقالت أنا للحرام نظر، لا إله إلا الله إذا نطقت الأذنان وقالت أنا للأغاني والحرام استمع، ولا إله إلا الله إذا نطقت اليدان وقالت أنا للربا والحرام أخذ، فلا إله إلا الله إذا نطقت الرجلان وقالت أنا للحرام مشي. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعجبوا فما هم من المعتبين، وإن يستعجبوا فما هم من المعتبين. مثل لقلبك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، قد كورت شمس النهار وأضعفت حرا على رؤوس العباد تمور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور، وإذا العشار تعطلت عن أهلها خلت الديار فما بها معمور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت وتقول للأملاك أين نسير، فيقال سيروا تشهدون فضائحا وعجائبا قد أحضرت وأمور، وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المقيم على الذنوب ذكور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المقيم على الذنوب ذكور. حتى ننجو ونفوز في ذلك اليوم ونفلح لا بد من الفرار إلى الله بالانضمام إلى قوافل العائدين. قال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.